جدا بسبب الـ 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 عدد المؤجلات. طبعا عودة بعد توقف ايضا بعد مشاركة الدوليين مع منتخب مصر الاول والاولمبي. دايما الدروبات اللي بتحصل للاهلي بتبقى بعد فترات التوقف الطويل، لكن نجح كولر ونجحت لعيبة الاهلي في على اقل تقدير، ده اللي احنا متفقين او الارضية المشتركة ان هم يحققوا 9 بونت في الثلاث ماتشات اللي لعبناهم اجمالا، يعني فاركو ثم اتحاد ثم الداخلية. شايف اكتر حاجة منورة في الاهلي ايه؟ وقبل مواجهة الزمالك اللي جاية، اعتقد انها هتكون مواجهة قوية وصعبة جدا. حال ما ظهر نادي الزمالك في ارض الملعب، ايه اللي ناقص الاهلي او ايه اللي محتاجينه واحنا بنحضر للمباراة المهمة دي؟ مرحلة صعبة طبعا، ومتفقين كلنا ان مرحلة اللعب المؤجلات الكتير اللي موجود فيها النادي الاهلي بعد فترة من بداية الموسم لغاية دلوقتي، النادي الاهلي خد كم بطولة، لعب كم مباراة، عدم ده قد ايه لعبها لعيبة النادي الاهلي، فانت بتتكلم في ضغط بدني كبير جدا جدا، ضغط عصبي كبير جدا جدا في لعيبه النادي الاهلي. لكن تحقيق الانجازات بيهون كل ده مع فكر مدير فني وجهاز فني. الحقيقه انا بحترم جدا جدا مستر كولر رغم بعض الاخطاء البسيطه اللي البعض شايف انها ممكن تكون بتؤثر، لكن الناس مش عارفه قد ايه لعيبه النادي الاهلي مضغوطه، مش عارفه لعيبه النادي الاهلي قد ايه مضغوطه بدنيا وذهنيا وعصبيا، علشان انت دايما بتلعب على البطوله. فوانت قاعد بتتفرج على التلفزيون انت حاسس ان الامور سهله، او انه ليه مثلا كهربا بيضيع بالسهوله دي، او ليه حسين وصل لمرحله الاجهاد ده، لا في ضغوط كبيره جدا جدا بدنيه وذهنيه وعصبيه، وبالتالي لا لعيبه النادي الاهلي معذوره بتحقق الانجاز وبتحقق كمان الثلاثه بونت او الثلاث نقط في مؤجلات كتيره جدا. قلنا قبل كده انه من الصعوبه جدا على النادي الاهلي انك تلعب كم مؤجلات كبير بعد بطولات كتير في وقت قليل، والاصعب ان الفرق دي كمان بيكون موقفها اتصعب. يعني في فرق بتبقى بتنزل زي فرقه امبارح الداخليه، موقفها في الجدول الترتيب بقى صعب جدا جدا. فقتالها على النقطه غير لما تقابلها في بدايه الموسم او في ميعاد المباراه دي، فرق بتبقى بتلعب على المربع الذهبي او منتصف الجدول، فكل المباريات بتبقى اصعب على النادي الاهلي، لان في ناس معتقده ان المؤجلات بتكون اسهل للنادي الاهلي. لا طبعا في فرق كتير، في فرق لما يبقى المنافسه ماشيه راس براس. صحيح، يعني الفريق اللي بينافسك على البطوله بيكسب مباراه، بيتعثر مباراه، انت جنب عليه. منه بتضغط عليه. صحيح، غير لما تلاقي انه الفرق في عدد من حيث عدد النقاط، يعني فرق كبير جدا جدا، وعليك انك انت ما تخسرش في كل الجولات عشان تقدر طبعا تستعيد الصداره. متفق معاك في ده جدا جدا. يعني بيراميدز دلوقتي اعتقد انه من سنين من بعد ما تواجد بيراميدز في الدوري ما شفناهوش تخطى 10 مباريات فوز بهذا. اعتقد ان عدم ملاحقه النادي الاهلي ليه راس براس زي ما بتقول يا احمد مسهله الامور شويه، مخليهم في ارتياحيه شويه في الاداء وفي النتائج. فيعني الامور صعبه في النادي الاهلي فعلا، يعني لو الاهلي ضاغط فيها صعوبه. لو طبعا لو الاهلي ضاغط في هو وبيراميدز، او الاهلي في الصداره، ده بيصيب المنافس نوعا ما طبعاً بالتوتر وبالقلق، بيأثر بشكل كبير جدا بيأثر على الاداء طبعا وعلى النتائج. وبالتالي اعتقد ان كان في مرحله صعبه، النادي الاهلي في مرحله صعبه في الـ في الـ في الـ في الدوري المحلي. لكن الحمد لله النادي الاهلي حقق العلامه الكامله في من الثلاث مباريات، لسه في مؤجلات تانية، 6 مؤجلات طبعا. اعتقد انها فيها صعوبه شديده جدا، لكن اللي بيعمله الجهاز الفني وعلى راسه طبعا مستر كولر وكابتن سامي قمصان في عمليه التوازن وعمليه التغيير والروتيشن اللي بيحصل، اعتقد ان من اهم المميزات ان كل اللاعبين اصبحوا جاهزين الحمد لله جاهزيه كامله بدنيه على الاقل. بنشوف بعض الناس شويه يعني بعيده شويه عن تركيزها، لكن الحمد لله الكل جاهز بدنيا، واعتقد ان شاء الله الفتره الجايه الكل ان شاء الله هيكون جاهز كمان نفسيا باذن الله. افضل ماتش في الماتشات الثلاثه، افضل ماتش من حيث الاداء، النتيجه اتفقنا انه تمام. افضل شكل ظهر بيه الاهلي، او افضل شوط لو عايز تختار كمان شوط، يعني اعتقد مباراه الاتحاد كان النادي الاهلي جيد بشكل او باخر، كان فيه نديه ونادي الاهلي كان فيه تحضير بشكل جيد على الاقل في الناحيه الهجوميه. مباراه فاركو كمان كان النادي الاهلي جيد بشكل كبير. يمكن امبارح شويه الصعوبه جت انك بتلعب فرقه مع يعني فقد الامل في كل شيء، وبالتالي بتلعب خلاص يعني
ما عندهاش طموح غير انها تحصل على نقطه صحيح او نقطه صحيحه من المباراه، لكن الهدف ده خلاهم افضل كتير، هدف التعادل خلاهم افضل كتير. ما قبل الهدف اعتقد النادي الاهلي كان مسيطر بشكل كبير جدا، حتى نسبه الاستحواذ يعني النادي الاهلي كان وصل ل 75 و73. صحيح. يعني النادي الاهلي مستحوذ بشكل نسبة كبير. استحواذ امبارح والشكل اللي ظهر بيه الاهلي في الشوط الاول منتهى الخطوره، قدره كبيره جدا على صناعه فرص مؤكده. صحيح. تسجيل هدف. هل ده مرتبط بالتوليفه اللي اختارها مارسيل كولر؟ يعني لاول مره اعتقد هي اول مره ما شفتهمش قبل كده، ممكن كتبديل يعني قفشه جنب اثناء المباراه لكن يبتدوا المباراه يعني في ال11 لا، ما حصلتش انه قفشه بدا مع